الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم 20 من شهر توت المبارك أحسن الله انقضاؤه وعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي أمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نياحة القديسة سأوبستا، وكانت قد تزوجت ورزقت بولد ثم مات زوجها وهي ما تزال شابة، فنظرت أن تقضي بقية حياتها في العبادة والنصح وتربية ابنها في مخافة الله، فسلكت السيرة الروحانية مواظبة على الصوم والصلاة والمضانيات، ثم مضت إلى الأنبا مكاريوس أسقف نيقيوس وسألته أن يلبسها إسكيم الرهبنة، فأشار عليها أن تجرب نفسها لمدة سنة، فمضت إلى بيتها وحبست نفسها في حجرة وأخذت تمارس الحياة النسكية باجتهاد عظيم، وانقضت السنة ونسى الأب الأسقف طلبها، فرأى ذات ليلة القديسة في شكل مضيء وسمعها تقول: لماذا نسيتني إلى الآن وأنا سأتنيح الليلة؟ ورأى نفسه في الحلم أنه قام من نومه وصلى عليها صلاة الرهبنة وألبسها ثوبها، ولما لم يجد قلنسوة خلع قلنسوته وألبسها لها، ثم وشحها بالإسكيم المقدس، وكان بيدها صليب من فضة ناولته له قائلة: اقبل من تلميذتك هذا الصليب. وللحال استيقظ الأب الأسقف من نومه فوجد الصليب بيده، فتعجب ومجد الله، ثم قام ومضى هو وتلميذه إلى بيت القديسة، فوجد ابنها جالسا يبكي، فسأله عن سبب بكاؤه، فقال: إن والدتي استدعتني نحو نصف الليل وقالت لي سأتنيح الليلة وأمضي إلى السيد المسيح، ثم أوصتني قائلة: احفظ جميع ما يشير به عليك الأب الأسقف، ثم تنيحت بسلام. فلما سمع الأب الأسقف ذلك أتى إلى حجرة القديسة وقرع الباب وناداها فلم تجبه، فتأكد من نياحتها، فأمر تلميذه بكسر باب الحجرة، ولما دخل وجدها متوشحة بالإسكيم والقلنسوة على رأسها، فتحقق أن ما رآه في المنام حقيقة، فصبح الله ثم كفنها بيديه كعادة الراهبات، وأمر أن يحملوها إلى الكنيسة حيث صلى عليها. وكان يوجد بالمدينة رجل وثني مقعد من أرواح شريرة، فقربوه من جسدها فشفي لوقته وخرج منه الشيطان وقام يمشي صحيحا، فآمن لوقته بالسيد المسيح هو وكل بيته واعتمدوا جميعا. وكان كثيرون من المرضى وذوي العاهات يأتون إلى البيعة ويلمسون الجسد الطاهر فينالون الشفاء. بركة صلاتها فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 213 للشهداء تنيح الأب المغبوط الأنبا أثناسيوس الثاني البطريرك الثامن والعشرون من بطاركة الكراز المرقسية، وقد كان هذا الأب وكيلا على كنائس الإسكندرية. فلما تنيح البابا بطرس الثالث البطريرك السابع والعشرون اتفق رأي الآباء الأساقفة والأراكنة على تقديم هذا الأب بطريرك لما عرف عنه من الصلاح واستقامة الإيمان، وقد دعي باسم أثناسيوس الصغير تميزا له عن القديس أثناسيوس الرسولي، وكان ذلك في أيام الإمبراطور زينون. وقد اشترك هذا الأب مع أنستاسيوس قيصر الذي جاء بعد زينون في إعادة السلام بين كنائس الشرق بعدما مزق مجمع خلقدونيا الكنيسة، وعاش هذا البابا فترة هدوء وسلام راعيا شعبه بالبر والاستقامة، ثم تنيح بسلام. وكانت مدة جلوسه على الكرسي المرقسي حوالي 7 سنين. بركة صلاته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار استشهاد القديسة ملاتيني العذراء، بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.